مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الميثاق الوطني العراقي الاستاذ احمد الغانم. اهلا بكم استاذ احمد. بدايه، اصدرتم في اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشان الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون والصحفيون في العراق. الى اي مدى ترى ان ما يحدث ظاهره تكررت منذ اندلاع الثوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم واشكر مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. بالنسبة للجميع يعلم أنه منذ انطلاق الثورة المباركة، ثورة تشرين، والتي تمثل إرادة الشعب العراقي الثائر، الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة التي اغتصبها الفاسدين في السلطة من الأحزاب التي جاسمة على صدور العراقيين، هناك انتهاكات خطيرة وجسيمة يتعرض لها الإعلاميون العراقيون والصحفيين الأجانب في العراق. والجميع يعلم هذه الانتهاكات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للسلطة الحاكمة في بغداد وميليشياتها المسلحة المجرمة التي تنفذ هذه الانتهاكات الخطيرة بسبب حقيقة معروف للجميع أن هؤلاء الإعلاميين الشرفاء الذين ينقلون الحقيقة الكاملة والصادقة إلى المجتمع الدولي لما يتعرض له المتظاهرين السلميين الذين المطالبين بحقوقهم الشرعية في ساحات التظاهر، ساحات العز والشرف والكرامة. هذا السبب الذي جعل السلطة الحاكمة في بغداد وميليشياتها أن يقوموا بالاغتيال والتعذيب والخطف والتغييب القسري لهؤلاء الإعلاميون الشرفاء. أستاذ أحمد، إذا سمحت لي، الآن الموضوع لا يقتصر فقط على استهداف الناشطين الصحفيين والإعلاميين فقط، بل يمتد إلى قضية مداهمة مكاتب القنوات الإعلامية وغلقها وحتى سحب التراخيص من بعضها. أين القانون من كل هذه الإجراءات التعسفية التي تتم تجاه المؤسسات الإعلامية كمؤسسات وتجاه الصحفيين كأفراد؟ أخي الله يخليك، بالنسبة الآن في العراق لا يعمل القانون ولا يعمل أي شيء يحمي هذه القنوات التلفزيونية وهؤلاء الإعلاميين الشرفاء الذين ينقلون الحقيقة للعالم. هناك ممارسات خطيرة جدا وانتهاكات جسيمة لهؤلاء الذين يعملون على نقل الحقيقة. الإعلاميون الآن ومكاتب القنوات التلفزيونية التي تغطي يوميا أحداث تفاصيلها وبكل فعالياتها التي تجري على الساحات، ساحات التظاهر في جميع المدن العراقية، هؤلاء القنوات معرضة لسحب التراخيص، معرضة لمداهمة المكاتب، معرضة لغلق هذه القنوات التي تعمل على نقل الحقيقة. مع العلم نرى أن هذه السلطة الحاكمة في بغداد تدعم قنوات فضائية أخرى، تدعمها وتشجع هذه القنوات، قنوات محلية وقنوات إقليمية تعمل، وهذه القنوات تعمل تغيير الحقيقة التي تجري على أرض الواقع في ساحات التظاهر، تقوم على تغيير ما يتعرض له المتظاهرين. هذه القنوات التي تبرر بعض الأحيان في كثير من أخبارها، تبرر القمع الحكومي وتحاول تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. هذه القنوات الآن لها رعاية خاصة من السلطة الحاكمة في بغداد ومن الأحزاب التي هي الآن في السلطة. طيب أستاذ أحمد، يعني الاستهداف الصحفيين والإعلاميين العراقيين هو موضوع امتد حتى إلى الإعلاميين والصحفيين الأجانب. إلى أي مدى ترى أن الأحزاب والميليشيات الحاكمة والمنتشرة الآن في الشوارع باتت لا تخشى المساءلة الدولية على انتهاكاتها ضد كل من يشارك في الثورة حتى ولو كان صحفيا يقوم بواجبه في تغطية الأحداث؟ أخي العزيز، الكل يعلم، الكل يعلم والجميع يعلم أن هؤلاء الأحزاب الفاسدة التي الآن خسرت كل شيء، الأحزاب التي كانت تعول على الحاضنة في الجنوب والفرات الأوسط، الآن هؤلاء الأبطال الشعب الثائر هو الذي وقف بوجه هذه الأحزاب. الأحزاب تعاني من أزمة حقيقية تجاه هذه الحاضنة، هذه الجماهير الثائرة
التي كانت دائما تتبجح انها الحاضنه لها، هؤلاء الاحزاب العميله التي تنفذ مشروع ايراني في العراق الان لا تخاف من اي محاسبه من اي من من اي طرف خارجي او دولي او اقليمي او محلي، ولهذا تعمل على قتل المتظاهرين. لماذا إذن كانت لا تخشى، لماذا إذن نرى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي يقف متفرجا على ما يحصل؟ يعني احنا مع الأسف يعني احنا نتأسف على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الدولية التي تتفرج على ما يحدث الآن في العراق. الآن يحدث في العراق جريمة بشعة كبيرة جدا يتعرض لها شعب ثائر سلمي، يخرج يحمل علم العراقي يجابه بجميع أنواع الأسلحة في القمع. هؤلاء الآن صدورهم فارغة يستقبلون الرصاص الحي الذي يطلقه السلطة أو ميليشيات السلطة الحاكمة في بغداد. المجتمع الدولي مع الأسف الآن نحن من خلال قناتكم الكريمة، القناة الشريفة التي تنقل الحقيقة إلى العالم إلى المجتمع الدولي، نطالب المنظمات الدولية، نطالب منظمة مراسلون بلا حدود، نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، نطالبهم إلى اتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحماية الصحفيين في العراق، لأن قابل الصحفيين في العراق الآن مغيبة بسبب الحقيقة غيابها عن دورها هو اختطافها من قبل نقيب الصحفيين العراقيين. الآن هو جزء من هذه الأحزاب العميلة، ونقابة الصحفيين الآن في العراق لا تعمل، لا تستطيع أن تقوم بدورها في حماية الصحفيين والإعلاميين. ولهذا نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، نطالب منظمة مراسلين بلا حدود، نطالبهم أن يتخذوا قرار. وضحت الفكرة. أستاذ أحمد الغانم، عضو الميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.